محلات مغلقة، شوارع ملتهبة، واحتجاجات شعبية غاضبة في مدينة عانت كثيراً من الحرب والحصار والجوع، حيث شهدت تعز عصياناً مدنياً شل حركة الحياة فيها رفضاً لما أسماه المحتجون سياسة التجويع التي تمارس ضد اليمن. رغم المطالبة بإيقاف تدهور العملة وعدم ارتفاع الأسعار واستمرار بصرف الرواتب والوضع الاقتصادي بشكل عام، انصب الغضب الشعبي على البنك المركزي وعلى الحكومة المتهمة بالفساد واللامبالاة والتفرج على معاناة المواطنين، واتهم المحتجون التحالف العربي بالتسبب بهذه الأزمة، خصوصا وأن الموانئ والمطارات في المناطق المحررة تقع تحت سلطة مباشرة للسعودية والإمارات. لا شيء أخرج هؤلاء في مظاهرات عفوية سوى الجوع في مشهد أليم يحدث لأول مرة في اليمن، ولقد فقد المواطنون صبرهم في تعز التي ظلت تخرج من أجل الثورة والتحرير، التحرير الذي أضحى مجرد وعد أورث مجاعة. عبد الله زبيدة أحد مواطني مدينة تعز وأحد مواطن لليمنيين القاوعين الموجودين في تعز من التحالف والشرعية والحكومة والبنك المركزي من نناشد، من نقول، لمن نقول بعد الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من هذا المأزق اللي احنا فيه. اليوم الدرال يطلع ب 800 ريال ب 1000 بأي حق، لا بنك مركزي، لا حكومة، لا شرعية، لا تعرف. التعرف هذا يدمرنا، التعرف هذا يدمرنا، ما يحررنا. أين التحرير؟ أين التحرير؟ الغضب الشعبي في تعز أتى نتيجة انهيار العملة المحلية التي وصلت قيمتها الشرائية إلى 800 ريال أمام الدولار الواحد، وهو ما أدى إلى ارتفاع جنوني للأسعار في ظل تخوف من مجاعة وشيكة تسود البلاد، حذرت منها منظمات دولية أكثر من مرة. وكان يمكن للحكومة والتحالف تفادي وصول اليمن إلى حافتها التي وفق مراقبين لا يزال الوقت متاحا لتفادي نتائجها الكارثية.